المشاهدون الكرام، سأبحث الموضوع القومية. القومية هي الفهم الذي يحلق ويحفز على السيادة دولة من خلال تحقيق مفهوم مشترك لمجموعة من الناس الذين لديهم نفس الأهداف أو مثال في تحقيق المصالح الوطنية والشعور برغبة في الدفاع عن بلدهم. تمو روابط القومية في المجتمع عندما تعدأ أقليتهم في التدابر وتحدث روابط القومية عندما يعيش البشر مع في منطقة معينة، عندما تلعب غيزات الدفاع عن النفس دورا مهما للغاية وتشجع شخص على الدفاع عن بلده ومكان حياته، فإن القومية هي بلد يحصل على الحقيقة، ويمكن للقومية أن تبرز نفسها على أنها فهم لدولة. يجب أن يكون لدى كل مواطن حس وطني تجاه وطنه كشكل من أشكال الوعي والحب للوطن، والذي يزخر من خلال مواقف وسلوك في حياته. موقف وسلوك القومية التي يجب أن يتمع بها المواطنون مثال لقواعد المعمول بها وطاعة قوانين دولة والحفاظ على ثقافة البلد. شكرا. يمكن من هذا مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.